بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني في التعبير بعنوان: لماذا نتعلم اللغة العربية؟ الكلمات الجديدة ثانوية، يعني المدرسة التي يدرس فيها قسم الثانوية. المدرسة على 3 مستويات: المستوى الأول يسمى ابتدائي، من السنة الأولى إلى الخامسة إلى السادسة إلى السنة السادسة، ثم متوسط من السنة السابعة إلى التاسعة، ثم الثانوي من السنة العاشرة إلى 12. واصل الدراسة، استمر فيها، حدد جعله محددا ومعينا، قيام جمع قائم، الطلاب قيام أي قائمون، خرافات بدع بمعنى واحد، الخرافات والبدع، التعمق بمعنى التكلف والتشدد، التعمق في الدراسة، بمعنى المبالغة في الشيء بشدة، يقال فيه تعمق. تدرس اللغة العربية ولكن لا تتعمق فيها كثيرا، لا تتعمق، وإنما ادرس منها ما تفهم به الكتاب والسنة وتفهم به كلام العلماء، وأما التعمق فيها فلا ينبغي، لأنها من علوم الوسائل. هذا مثال لكلمة التعمق. البلاغة علم من علوم اللغة العربية اسمه البلاغة، كذلك الصرف، ارتبط يرتبط، يعني صار متصلا به. مثلا على طالب العلم أن يكون عنده ارتباط بالعلماء، يرتبط بهم، يعني يرجع إليهم في السؤال إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه عند نزول فتنة، يرتبط بهم أي يكون متصلا بهم. أغلب بمعنى أكثر. إبلاغ، مصدر أبلغ، يبلغ إبلاغا. إبلاغ الرسالة، نقول قام نبينا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة وهي الوحي، يعني أوصلها للأمة. عاصر يعني عاش في عصره. تقول مثلا أنا عاصرت الشيخ الفوزان والشيخ ربيعا، يعني عشت في عصرهما. وكونه عاصر قد يكون التقى بهم وقد لا يكون التقى به، فمعنى عاصر عاش في عصره. خير بمعنى أحسن، نعم خير بمعنى أحسن. اللغة العربية خير اللغات، يعني أحسنها. ماسة، تقول مثلا طالب العلم بحاجة ماسة إلى دراسة اللغة العربية، بحاجة ماسة يعني بحاجة شديدة. إتقان الشيء بمعنى أن تفعله على وجه كافي. إذا درست علما أو إذا أردت مثلا
أن تقوم بالعبادة فعليك أن تفعلها بإتقان، تؤدي جميع واجباتها وأركانها، وتحذر من مبطلاتها. تفقه درس الفقه، شارك يشارك، شارك يعني اشترك معه فعل مثل فعله. محاولة، محاولة العلوم النظرية، يعني تقول مثلا سأحاول الالتحاق بالجامعة الإسلامية، أنا أقوم بمحاولة فهم هذا العلم. نعم، أقوم بمحاولة فهم اللغة العربية، يعني تحاول أن تفهمها. التاريخ علم، علم من العلوم. أخصائيون أو إخصائيون بمعنى متخصصون، تقول مثلا هذا طبيب أخصائي في مرض القلب، وهذا أخصائي في مرض الأذن مثلا، والجمع أخصائيون أي متخصصون في هذا العلم. الأشعة أيضا هذا من أمور الطب، الأشعة إذا كان الشخص مريضا يذهب عند الطبيب، قد يقول الطبيب أنت بحاجة إلى أشعة، يعني جهاز يصور المكان الذي فيه المرض، يصور المكان الذي فيه المرض، ثم تعرض الصورة على الطبيب ليعرف هل هذا الشخص عنده مرض في هذا المكان أم لا. تسمى هذه العملية أشعة، أو الآلة التي تصور تسمى أشعة. واف بمعنى كاف، تقول مثلا أريد أن أستمع إلى نصح واف في بيان التوحيد، واف يعني كاف وكامل. نعم، صيادلة جمع صيدلي، الصيدلي هو الشخص الذي يعمل في الصيدلية التي تباع فيها الأدوية، يقال له صيدلي نسبة إلى الصيدلية. والجمع صيادلة الذين يعملون في الصيد في الصيدليات يقال لهم صيادلة. نعم، قال كان عثمان يعرف أن عبد العزيز قد أنهى دراسته الثانوية وهو طالب مجتهد، فبدأ عثمان يسأل عبد العزيز: عثمان، هل ستواصل دراستك الجامعية؟ عبد العزيز: نعم، فقد قررت أن أواصل دراستي في الجامعة. عثمان: وهل حددت الكلية التي تود الالتحاق بها؟ يعني هل عينتها كلية معينة تريد؟ عبد العزيز: نعم، إنني أحاول الالتحاق بكلية اللغة العربية. عثمان: لقد حسبتك ستدرس في كلية عملية. عبد العزيز: إن المجال مفتوح أمامي للدراسة في الكليات العملية والنظرية، ولكني أفضل الدراسة في كلية اللغة العربية. عثمان: أنسيت أننا نحتاج إلى أطباء ومهندسين وصيادلة وأخصائيين في التحاليل الطبية والأشعة؟ عبد العزيز: لا، يعني عثمان يعاتب عبد العزيز، يقول أنت تدرس اللغة العربية، نحن محتاجين في هذه البلد إلى أطباء، إلى مهندسين، إلى صيادلة، يعني أناس يعملون في الصيدلية، وإلى أخصائيين أي متخصصين في التحاليل الطبية. التحاليل جمع تحليل، وهو الفحص الذي يقوم به الطبيب، فحص المريض يقال فحص ويقال تحليل. والأشعة: عبد العزيز: لا، ولكننا نحتاج إلى من يقوم بتعليمنا أمور ديننا تعليما صحيحا. عثمان:
إن أغلب العلماء يقومون بذلك خير قيام. عبد العزيز: نعم، ولكن كما ترى فقد انتشرت الخرافات والبدع بين المسلمين، وأخذ الناس يبتعدون عن الاعتقاد الصحيح. عثمان: ولكن ما علاقة ما تقول بكلية اللغة العربية؟ عبد العزيز: إنها الكلية التي تعلم اللغة العربية، فيقف الدارس، الدارس يعني الطالب الذي يدرس، فيقف الدارس فيها على علوم اللغة العربية، بلاغتها ونحوها وصرفها، أي علم البلاغة وعلم النحو وعلم الصرف والآداب والتأريخ. عثمان: أرجوك أن توضح لي. عبد العزيز: أنت تعلم ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي، فالقرآن الكريم وقد نزل باللغة العربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بها، وجاءت الأحاديث الشريفة كلها باللغة العربية، والصحابة الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا معه الغزوات كانت لغتهم العربية. عثمان: لقد قرأت بعض ما تقول في الكتب. عبد العزيز: لهذا فأنا بحاجة إلى التعمق في علوم الدين الإسلامي كي أقوم بإبلاغ الرسالة ونشرها بين مسلمي بلادي، وكي أشرحها لهم شرحا وافيا، أي كافيا كاملا، وبحاجة ماسة أي شديدة لتعلم اللغة العربية وإتقانها، ليكون ذلك سبيلا إلى التفقه في الدين. عثمان: لقد أسعدتني بحديثك هذا، وأرجو أن أشاركك في أداء هذه الرسالة، وسأحاول الالتحاق بهذه الكلية في العام القادم إن شاء الله. نعم، بقراءة هذا النص يفهم الطالب هذه الكلمات الغريبة. التدريب، تدريبات، التدريب 12 الأخير في التعبير تأخذونه. نعم.